السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أحلى صحابي وأحلى حبايبي وأحلى صحبة جميلة، كل سنة وانتم طيبين. يا رب يكون العيد فات عليكم بخير وتكونوا بخير يا رب. مطبخ ماما صفة إن شاء الله، هنعمل النهاردة طاجن البامية إن شاء الله. البامية أنا مفرزاها هي، طبعا عملتها لكم قبل كده وهي في صندوق الوصف، لو دخلت عليها هتشوفوا الطريقة. وشفشق طماطم مضروبة في الخلاط، والبهارات معلقة سكر، كزبرة ناشفة، فلفل أحمر، زعتر، ثوم مهروس، سبع بهارات، بابريكا، ملح، فلفل. كل ده هنحطه على الطاجن ان شاء الله النهارده. ونيجي للبصل، بصلايه كبيره، طبعا الطاجن بيحب البصل، بصلايه كبيره. وده ان شاء الله النهارده هنعملها مع رز بالشعريه. وفي ناس عايزه تحبها بتاكلها بالعيش تاكلها، ولحمه ضاني. خليكم معايا كده. انا حطيت الطماطم البصله اهو، وهبتدي اشوحها لحد ما تصفر. وهحط عليها الطماطم لما تصفر، البصلة كده اتدبلت شوية اهي، اتشوحت. هنحط الطماطم طبيعي، البامية بتحب الطماطم. وهنحط بقية الحاجة عليها، كل حاجة، الثوم والبابريكا والفلفل الأحمر، كل حاجة. وهنقلبها، وهحط لها مكعب مرق الدجاج. خليكم معايا. وادي مكعب مرق الدجاج هحطه لها اهو. اقلبه تقليبه واسيبه يغلي غلوه، وهحط البامية. وادي هنا اللحمة اهي استوت، اللحمة استوت اهي، هجيبها احطها عليها واحطها في الفرن. كده البامية هحطها هي، وهي كده هجيب شوربة وهي سخنة هحطها عليها، علشان خاطر لما تبقى الشوربة سخنة كأنك لسه جايبها فرش من بره وتستوي. كده
كده، وهخليها بقى ايه، هخليها لحد ما نص سوا كده، وهروح احطها في قلب الطاجن، واروح احطها في الفرن تكمل سواها مع اللحمه. ما تنسونيش في السبسكرايب واللايكات بتاعتكم جميله، وتفاعل مع الجرس علشان اقدر اعمل لكم كده. الطاجن هون طلع من الفرن، وادي الرز بالشعريه معاه اهو كده، طاجن الباميه ومعاه الرز بالشعريه. والف هنا وشفا.